الرحمن الرحيم. يوم الأحد الرابع من نوفمبر سنة 2012، أريد أن أدلي هذا بهذا التصريح حول ما جرى يوم الخميس في برنامج التاسع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، إنها مؤامرة تحاك ضد شباب الصحوة الإسلامية، فكل شيء يحدث في هذه البلاد ينسب زورا وبهتانا إلى شباب الصحوة الإسلامية أو المتعارف عليه اليوم بالتيار السلفي. فالكثير من وسائل الأعلام تحاول أن توجد صراعا بين أطياف هذا الشعب بتزييف للحقائق وبث للفتنة، ومنها هذه القناة التي تسمى زوراً وبهتاناً التونسية، بل إنها والله إنها لصهيونية. أقولها صراحة، من يمول هذه القناة؟ هل هي أطراف خارجية أم هي أحزاب سياسية لها أهداف وغايات ضيقة؟ فكلمة التحريض التي وردت على لساني كانت وردت على لسان معز بن غربية قبل أن ترد على لساني، وأنا لم أتلو سوى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن فكل من يتلو هذه الآيات التي وردت في كتاب رب العالمين فيجب أن ترفع به قضية، فالنتيجة أن كل مسلم يجب أن ترفع به قضية في هذا الشأن. ومن جهة ثانية، وعندما دعا محسن مرزوق إلى إعادة جميع السلفيين إلى السجن، ماذا فعلوا له؟ وعندما دعا شكري بالعيد إلى القضاء على السلفيين، ماذا فعلوا له؟ وكذلك دعوة الأزهر العكرمي وسمير بالطيب وغيرهم الكثير من أعداء هذا الشعب وأعداء قيمه وثوابته ومبادئه، فماذا فعلتم لهؤلاء؟ رفعي لكفنه. فكل الناس يعرف أن منذ أحداث السفارة الأمريكية أصبح كل شباب الصحوة الإسلامية وكل سلفي مستهدف إما بالقتل أو السجن. فنحن لن نكون ضحية لأي طرف سياسي. أقولها لجميع الأطياف السياسية: الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. أن أوضح أن الاتفاق بيني وبين معز بن غربية كان بالحضور وجها لوجه أمام وزير الداخلية، ولكنهم غيروا مكان التصوير بتعلة أنه لا يوجد مكان في الاستوديو لطرف خامس، وأرادوا بذلك تصعيد الوضع بين جميع الأطراف، بين الحكومة وبين التيار السلفي. والدليل على ذلك أن الصحفي الذي رافقني في التصوير قال لي بالحرف الواحد: ها هو علي العريض عدوكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاله اليوم نصر الدين العلوي في فيديو نشر منذ قليل على الفيسبوك فقط. غاية هذا البرنامج اليوم ليس التصعيد، بالعكس، حب نبعث رسالة تهدئة إلى الجميع وللشعب التونسي اللي فيه جزء ربما كبير وإلا صغير بيت خايف نهار الخميس اللي فات. فقط لنصر الدين العلوي، هو يقول أنه كان اتفاق بيني وبينه، ويعرف جيدا نصر الدين العلوي بأنني لم أصلا أدخل في أي اتصال مباشر به، وأن من عين نصر الدين العلوي هم رفاقه وإخوانه، خلينا نقول الكلمة الأصح، هم الذي عينوا وطلبوا، ولم نعرف اسم نصر الدين العلوي إلا يوم البرنامج. يقول بأنه التصعيد، غاية التصعيد كانت بأنه بررنا وإلا برمجنا أنه يكون في استوديو خارجي واستوديو بعيد تقريبا 50 كيلومتر على استوديوهاتنا في يوتيك. أين التصعيد؟ أفهم أين التصعيد لازم يكون بعيد 50 كيلومتر؟ على العكس، فكانت ربما لإبعاده على وزير الداخلية وعلى الوزراء، وعادة عندما نستدعي ناس على البلاتو يكون لهم صفات، ونصر الدين العلوي كان خطيبا فقط وليس له صفة سياسية ربما تخليه أنه يجي حاضر على البلاتو، وكان تفاديا للتصعيد في أول مباشر تقرره قناة التونسية. يقول: ونتأسف أن نقول نصر الدين العلوي بأنه زميلنا الأسعد بن عاشور والصحفي اللي بقى معهم 3 أيام
وصور معهم في الليل وصور معهم نهار الاثنين وصور معهم نهار ثلاثة وصور معهم نهار الاربعة، يقول بأنه هو الذي حرضه وقال له هذا عدوك، فما نعرفش من بعد فخاطبه خسارة أنه يولي في الأخر الأسئلة الحقيقية من حرض ومن أوصلني لهذا الوضع ومن أوصل أنه عندنا زوز ميتين ماتوا في دوار هيشر وهذا البرنامج وقف معهم وترحم عليهم موقفش مع الأفعال متاعهم. خسارة بأنه دائما الإعلام يرجع في الأخر يكون هو المتهم الرئيسي في هذا الموضوع. قناة التونسية ليست قناة صهيونية سيد العزيز وصديق العزيز وصديقك معنا هنا على البلاتو، هي قناة كل برامجها تنتج في تونس وعليها متصرف قضائي تونسي وهي ملك الدولة التونسية، شركات الإنتاج التي تنتج لقناة التونسية. وقناة التونسية التي وصفها بالصهيونية كانت أول من استضاف سلفي ذكروا عمنا في 9 مساء أحسن بن بريك اللي كان حاضر معنا هنا، وحتى بعض الأصدقاء اللي كلمونا بعد لاموا علينا بأن نفتح المجال للسلفي اللي يتحدثوا في بلاتوات التلفزة. هذه البلاتوات هي أول من فتحت للسلفيين أنهم يتكلموا من غير ما يمارسوا العنف، من غير ما يمارسوا التحريض. هذا اللي حبيت نقوله لنصر الدين العلوي وللناس اللي تبع فينا ولشباب التيار السلفي بأنهم كانوا مقصين قبل من الإعلام، وكانت الناس وكانوا يطالبوا وكانوا يقولوا أنه بأننا إعلام العار وبأننا لا نمرر صوتهم وبأنهم مقصيين ومستهدفين من الناس الكل، فإنهم فتح لهم المجال الآن سواء على هذه القناة أو قنوات أخرى، فتح المجال ليكون حوار يتسع للجميع كما هالبلاتو اليوم اللي يتسع لجميع وكل الأفكار السياسية اللي موجودة في البلاد. عندي بعد قليل اليوم باش ناخذ بعض الملاحظات اللي باش نجاوب لأنه الاتهامات كثيرة التي صدرت يوم الخميس الفارط. عادة ما نحب نعطي الكلمة للضيوف أكثر، لكن مهم بأنه اليوم نحط بعض الأمور في إطارها في جو مشحون من الدسائس والمؤامرات ونظرية المؤامرة المتطورة كثيرا في عقول الكثير أعتقد الأيام الأخيرة. نرجع لأبرز ردود الفعل بعد يوم الخميس الفارط وبعد نرجع ونبدأ الحوار متاعنا مع الضيوف. مداخلة إمام جامع النور بدوار هيشر نصر الدين العلوي على المباشر في 9 مساء. اتخذوا أمريكا ربا وإلها، اتخذوا فرعون هذا العصر وهبل هذا العصر أمريكا اتخذوا ربا، كانت بمثابة الصدمة لمشاهدي البرنامج. لذلك نصر الدين الله سبحانه وتعالى قال كلام نصر الدين العلوي حكيت عليه القنوات التلفزية وتصدر أخبارها خصوصا على القناة الوطنية وقناة السرح في برنامج 9 مساء بالقناة التونسية. من غدوة صدام ودخلت إمام جامع النور خرج بعناوين كبيرة في الجرائد. نعم أنا محرض. كيما الصدمة، نداء الكفن. الأصداء ما اقتصرتش على الصعيد الوطني لأن الخبر تنشر كذلك في الإعلام الأجنبي. في المقابل أكبر أسماء التيار السلفي خرجت بيانات تدعو للتهدئة وضبط النفس كما أبو عياض. أنا أخصص كلامي إليكم إخواني، كونوا أذكياء، كونوا عقلاء، لا تكونوا لعبة في أيدي أعداء ديننا وأعداء هذه البلاد من أجل أن يحققوا مطامحهم. والخطيب الإدريسي يجب علينا أن نمر من هذه المرحلة الصعبة بأقل الأخطاء والخسائر فإنها ليست الحاسمة، بلادنا جزء من أمة لا تتحمل أعباء كل أزماتها.